طيب دلوقتي مرفت احنا معانا على التليفون الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني واللي هنستعرض معاه بالتفصيل ابرز فعاليات مهرجان العالمين. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا بيك. خلينا نبدا مع حضرتك دلوقتي من حفل النجم عمرو دياب واللي بيشهد اقبال كبير على التذاكر اللي بالفعل انتهت فيها المرحلتين الاولى والثانيه وتم فتح الحجز للمرحله الثالثه كمان لبعض الفئات. يعني ازاي حضرتك شايف الحفل وخصوصا ان الهضبه دايما بيكون حاجز مكان ليه في حفلات الصيف؟ هو الحقيقه احنا بنتكلم على واحد اهم نجم او اهم مطرب في الشرق الاوسط في الوقت الحالي. يعني هو أكبر نجومية موجودة في الوقت الحالي، عشان كده عمرو دياب مجرد ما يعلن عن موعد الحفلة تلاقي الناس بتتهافت عشان يعني تفوز بحجز تذكرة أو كده. عمرو دياب الحقيقة السنة اللي فاتت والسنة دي هو حابب إن هو يكون معانا موجود. السنة دي يمكن الدعاية أكتر كمان بكتير، ولكن السنة دي كمان هنقدر نقول إن إيه ممكن يكون عمرو دياب يعني بيستعد بشكل أكبر. ليه؟ السنة دي في النسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين بادئ بداية قوية، يعني البداية محمد منير، بعدين كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، مجموعة كبيرة جدا جدا من الأسماء الرنانة سواء في مصر أو في العالم العربي، فبالتأكيد بيبقى الاستعداد في الوقت ده مختلف تماما بالنسبة لعمرو دياب، لأن عمرو عارف كويس جدا قدر هؤلاء وبيقدموا إيه. فبالتالي أقدر أقول إن المنافسة قوية جدا جدا على مين بيصل للجمهور بشكل أكبر، ولكن الفائز الأول في كل ده هو الجمهور. النهاردة بنلاقي ان التذاكر معظمها خلاص تقريبا تم حجزه، وخلال الساعات الباقية ممكن ان هي الحفلة تكون اتحجزت تماما. لكن عمرو دياب يبقى ان هو واحد من اهم او يعتبر اكبر مطرب موجود او اكبر نجم موجود على الساحة العربية في مجال الطرب. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك أولا من مدينة العالمين الجديدة، وكنت حابة أسأل حضرتك على رأيك في التوليفة، التركيبة، فكرة إن أنا يبقى عندي فنانين أعمل لهم فنانين الزمن الجميل وأعمل لهم كاس التسعين، وبعد كده أخدهم لجيل الشباب وأجيب الفنان رامي جمال، ومعانا كمان في نهاية آخر حفلة تكون الفنان ويجز طبعا وشعبيته الكبيرة وسط الشباب، ومعانا الهضبة عمرو دياب وتامر حسني. يمكن مش عايزة أنسى حد، ولكن هي في الآخر نقدر نقول توليفة وتركيبة. طبعا فن تاني خالص فن الفنان كاظم الساهر، الفنانة الكبيرة الست ماجدة الرومي، يعني في توليفة كده مختلفة في مهرجان العالمين. شايف ازاي التوليفة دي وانعكاسها على التنوع في الجمهور كمان؟ هو ده زي ما حضرتك قلت، هي توليفة جميلة جدا، ولكن تعالي نقول ان دي النسخة التانية من المهرجان. بيبقى الانسان دايما بيحاول يطور. التطوير ده جاي من ايه؟ انا لما عايز اطور النسخه الثانيه، طب ما انا دلوقتي بخاطب كام شريحه من الجمهور؟ في شريحه للشباب اوكي، في للاكبر شويه، في للاقدم شويه. فبالتالي اللي حط البرنامج ده اعتقد ان هو يعني ايه عنده الحس الفني العالي جدا، لسبب هو حب يستحوذ على يعني على كل الجمهور الصغير والكبير، جمهور الثمانينات والتسعينات اللي هو النهاردة أصبح في مرحلة الخمسين، يعني مجازا هنقول 50 سنة يقدر ان هو يلاقي. لا يا فندم، ما جابش 50 يا فندم، لا 49، مش هقول لا. هتزعلهم مننا، دول كتير جدا. بالعكس، ما هو لسه شباب برضو، وفي أهم من كده، يعني اللي كان في مرحلة الثمانينات بيسمع محمد فؤاد وإيهاب توفيق والمجموعة دي وحميد الشاعري والمجموعة دي اللي اسمعهم في الثمانينات والتسعينات وبيحبهم، دلوقتي يقدر ان هو يتابعهم. ما ننساش ان في كمان في مرحلة اللي هي مرحلة الفرق، زي فريق المصريين، استاذ هاني شنودة ده ما نقدرش ننساه ولا نشيله من المعادلة، خاصة ان هو ابتدى بالفرقة نفسها من نهاية السبعينات. كانت ساعتها لسه الفنانة إيمان يونس وتحسين يالمز وممدوح إبراهيم الله يرحمه
كانوا بيعملوا لو فاكرين ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، دي كانت اغنية في فترة الثمانينات فرقعة جدا جدا. دي اكتر اكتر اغنية عملت تفاعل لحضرتك على المسرح. والغريبة بقى الاطفال، يعني هو الغريبة ان الاطفال كانوا حافظينها ومتفاعلين معاها جدا، وعادها مرتين يعني، وعادها وعنده كمان ماشية السنيورة محدش يقدر ينساها بالظبط. يعني اغاني الفرق صحيح. اللي كانت موجوده اللي هي في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات وفضلت معانا لحد التسعينات ليها تواجد. مطربين هذه الفتره الثمانينات والتسعينات ليهم تواجد. المطربين الشباب اللي احنا بنتكلم بقى على الشباب من 15 لحد 25 و30 ده برضو موجود. اللي عايز حاله الطرب هتلاقي موجود، موجود كاظم الساهر، موجود ماجد الرومي، موجود المجموعة دي طبعا بالإضافة لتامر حسني وعمرو دياب ومحمد محمد منير. أعتقد أنه في مكان لوحده وجمهور لوحده وحياة تانية صحيح. محمد منير تاريخ طويل صحيح. جدا. فهنا أقدر أقول اللي فكر فيه أنه هو يجلب هؤلاء ويرتبهم، لأ عنده حس فني ويقدر يستحوذ على أكبر شريحة موجودة من الجمهور. وبالفعل كمان يا أستاذ أحمد هو يعني قدر أنه هو يجمع كل الأذواق مع بعض، يعني تنوع كبير، كل الأذواق وكل الأعمار وكل نوعيات الفن. طيب كمان بالفعل بالفعل. طيب دلوقتي النجم كريم عبد العزيز بيعيش حالة فنية متميزة الأيام دي، وعودته للمسرح بتمثل إيه للجمهور؟ هي فترة مميزة بالنسبة له، شايف إزاي فندم مسرحية السندباد اللي تعرض في المهرجان؟ والله انا يعني بعتبر ان وجود كريم عبد العزيز على المسرح في العالمين ده حدث. ليه؟ لان كريم دايما معروف انه بيحب السينما وبعد كده التلفزيون، ونجح في الاثنين ونجاحه كبير جدا جدا، حتى ان اقدر اقول ان هو يعني اعلى نجم موجود في مصر في الوقت الحالي هو احمد عز. فوجوده على المسرح بيختلف. ليه؟ الناس لما بتروح شاشة السينما أو تتفرج في التلفزيون حاسة إن في حاجز، لكن المسرح منها ليه على طول، والمسرح هو أبو الفنون، في تواصل مباشر كمان، تواصل مباشر الجمهور قدامه على طول. فهنا هتبقى درجة استمتاع الجمهور بكريم عبد العزيز ودرجة استمتاع كريم عبد العزيز بلايف الجمهور كمان. فده حدث في حد ذاته ان احنا نشوف كريم عبد العزيز موجود في العالمين او موجود على خشبة المسرح في العالمين، فده شيء جميل جدا ويعتبر شيء جديد بالنسبة كمان للمهرجان، لان السنة اللي فاتت ما كانش فيه مسرح. السنة دي في مسرح وفي أغاني وفي كرة شاطئية، في حاجات وفي فرق وفي فنون شعبية، في حاجات كتير. بالفعل السنة دي في تطوير كبير لفعاليات مهرجان العالم عالمين، ومحاولات كتيرة لإرضاء جميع الأذواق والاهتمام والإلمام بكل اهتمامات المتابعين لمهرجان العالم عالمين. بالتأكيد، لأن السنة دي في توسع كبير جدا، وأقدر أقول إن السنة دي مختلفة كمان عن السنة اللي فاتت بشكل كبير، وده شيء جميل جدا، لأن احنا حولنا من منطقة ألغام من 7-8 سنين بس كان العالم مجرد ما يسمع اسمها يروح دايما للحرب العالمية الثانية ورامل ومونتجومري ومش عارف مين. النهاردة ابتدينا نقول لا، احنا عندنا أجمل شاطئ على البحر المتوسط، عندنا مدينة جميلة جدا، عندنا مهرجان كارنفالي بيقترب من الشهرين 7 أسابيع تقريبا أو أكتر. وما ننساش حاجة أهم من كل ده، هذه المدينة مش معمولة بس لترفيه عن الناس شهر أو شهرين، دي مجهزة إن هي تعيش طول السنة 12 شهر اللي هيقدر يعيش فيها، لأن فيها جامعة وفيها مدارس وفيها كل حاجة في المنطقة اللي حواليها، لأن دي خلال كام سنة هتبقى عمرانة كمان بالسكان، ودي أجمل حاجة موجودة. نعم أستاذ أحمد، عايز أعرف من حضرتك بما أن حضرتك ناقد فني، يعني ما ينقصه المهرجان عشان تكتمل الصورة الفنية بشكل كبير؟ يعني احنا بنتكلم عن طرب وغنى، وبنتكلم عن مسرحيات، بنتكلم عن كمان مهرجان زي مهرجان نبتة للطفل وعروض فنية للطفل والموهبين في هذا المهرجان. يعني من وجهة نظر حضرتك ومن معاشرتك لمهرجانات ومتابعتك لمهرجانات حول العالم، ماذا
هل في اي حاجه لسه محتاجها مهرجان العالمين فنيا محتاجها للتطوير في الفتره الجايه؟ هو طبعا سنة عن سنة بنطور، ولكن احنا بنتكلم برضو عن مهرجان له خصوصياته. احنا بنتكلم عن مهرجان كارنفالي مش مهرجان للتنافس للجوائز، فهنا الاختلاف. عندنا المزيكا وعندنا الكرة الشطرية وعندنا المسرح وعندنا حاجات كتير. انا من رأيي يمكن دي امنية بالنسبة لي، ان السنة الجاية ممكن نعمل فيه كمان مسابقة للأصوات، الأصوات الجديدة، الأصوات الجميلة، ليه ما نعملهاش وتبقى منطلقة من العالمين؟ فده حاجة جديدة طبعا. سنة عن سنة بيبقى في التطوير، ولكن حتى الآن هذه النسخة موجودة بشكل جميل جدا جدا، وقادرة أن هي تستحوذ على نظر كل الجمهور الموجود أو حتى اللي خلف الشاشة. أعتقد فعلا يا فندم أن كل نسخة من نسخ مهرجان العالمين الجديدة هيكون فيها تطوير وتوسيع للفعاليات زي ما حضرتك اتكلمت، وهيكون في الاهتمام والماء بأكتر من فعاليات، حاجات مفقودة السنة دي والسنة اللي فاتت هنشوفها السنة الجاية زي ما حضرتك بالفعل اتكلمت عن تطوير وتوسيع فعاليات مهرجان العالم عالمين. بالتأكيد، لأن احنا دايما يعني القائمين على المهرجان أو على أي مهرجان مش إن نجحنا وخلاص، لا، ده مجرد اليوم الأخير بينتهي هنفكر نقدم إيه جديد السنة الجاية، فده الطبيعي. فربنا يوفقهم، والحقيقة عاملين شغل حلو جدا جدا، وأتمنى إن احنا كل سنة نطور أكتر ويبقى في كمان التفاعل العربي أكتر، يعني نشوف مسرحيات ونشوف أصوات من العالم العربي مشاركة معنا أكتر كمان من السنة. طيب حضرتك شايف إزاي تواجد فنانين مصريين وعرب مش بس مشاركين بأعمالهم فنية، هم جايين يستمتعوا وبيتفاعلوا مع الجمهور بشكل كبير، إزاي نستخدم قوة مصر الناعمة من خلال فنانينها؟ طبعا إحنا خلاص يعني بالفعل على خطوات أو خدنا الخطوات في استخدام فننا في من خلال المهرجان، قوتنا الناعمة إن إحنا نجذب أنظار العالم لمدينة العالمين، ولكن وجود فنانين مصريين وعرب جايين بس يستمتعوا بالمدينة، إزاي نستغل قوتنا الناعمة للإعلان عن مدينة العالمين كوجهة سياحية، وجهة استثمارية، وجهة فنية، إن إقامة سواء مهرجانات سواء معارض سواء مؤتمرات فنية في الفترة القادمة؟ والله أنت حضرتك دلوقتي وأنت بتكلمين بتقولي فنانين عرب جايين كمان مش إن هم يشاركوا كأصوات، ولكن جايين يستمتعوا بالمكان، وده في حد ذاته نجاح، نجاح للمكان والمدينة. ممكن طبعا وجود هؤلاء يعني ده شيء جميل جدا جدا، لأن الأخوة العرب هم أخواننا وموجودين معنا وبيستمتعوا بالفن المصري طول العمر، يعني من زمان مش من دلوقتي. بس أنا يمكن ترأيت لي فكرة أن ليه السنة الجاية ما نفكرش أن احنا نستقطب مطربين كبار من دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط، ويبقى عندنا حفلات قوية جدا جدا، واحنا بوجود هذا المهرجان سواء السنة اللي فاتت أو السنة دي احنا بنبعت للعالم رسالة مفداها كده ان مصر بلد سلام وأمن وأمان، لأن وجود هذا المهرجان يعني في أمن وأمان في البلد. فدي برضو ليه ما نخاطبش بقى، يعني صحيح، ما نخاطبش الجمهور الأوروبي بشكل أكبر. أما أخواننا العرب إحنا دايما متفاعلين معهم، وهم بيحبوا مصر وبيجوا مصر وبيستمتعوا بالفن المصري، وإحنا وجود ثقافتنا كمان في الفن، يعني الفن بس مش حكاية إن إحنا عندنا سينما أو مسرح بس، ده حتى الفنون الشعبية هي أحد الفنون الكبرى والمهمة جدا اللي بتعبر عن شخصية البلد، إن إحنا بننشر ثقافتنا من خلال الفن. فأتمنى إن في الدورة الجاية صحيح نشوف تفضلي. صحيح، ويمكن ده شفناه من خلال سباق الهجن اللي كان موجود هنا في مدينة العالمين، وقد ايه كان فيه اهتمام كبير جدا جدا بيه، وطبعا احنا عارفين ان هذا النوع من السباقات بتحظى باهتمام عربي، وكمان في بعض من الدول الاوروبية بتهتم بيه واستراليا، يعني طبعا دي كلها ادوات مصر انها تخاطب العالم كله بلغته، وكمان فكرة وجود مهرجان او مسابقات خاصة بالتذوق دي كمان من كل
كل دول البحر المتوسط دي كمان متوقع انها هتجذب مزيد من الانتباه للدول الاوروبيه. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين على وجودك معانا في العالم عالمين.